لسه حلم الاحتراف عندك يا كوكا رغم ان الاهلي رفض عرض الاحتراف اللي جالك السنه دي؟ اكيد طبعا يا دكتور. كان عرض من منين؟ البرتغال؟ الحاجه الرسمي اللي وصلت للنادي كان عرض من البرتغال. وما زال قائم ولا لا؟ ما عنديش معلومه الصراحه. ما عندكش معلومه، لكنه اكيد في كل الاحوال مبسوط في النادي الاهلي. اكيد طبعا، اكيد طبعا. انا بقى لي اكتر من 13 14 سنه في ما النادي، شاء مش الله. عارف العدد بالظبط. فانا واحد من رواد النادي طبعا. النادي لما رفض انا تحت امر النادي، ففي الاول وفي الاخر يوم ما همشي همشي وانا سايب بصمه كويسه، همشي عن طريق النادي. النادي موافق، انا مستفيد والنادي مستفيد، فكل الامور دي يعني في النادي ده. كوكا بشكرك شكرا جزيلا، ودايما يا رب بالتوفيق ان شاء الله يا كوكا. شكرا جزيلا.